المهم الصراحة كتعجبنا أنا بني ملال المناظر ديالها الخلابة، وهذا هو المتنفس الوحيد ديال هاد المنطقة هنا ديال بني ملال، ويعني ما كاينش شي بلاصة أخرى من غير هنا اللي غترتاح فيها نفسيا، خلينا داك الروتين ديال القراية وديال الدار وديالك عارف. كورونا أثرات بزاف، ولكن بعد دابا الفترة هادي قلت شوية كورونا، يعني بدات كترجع الحياة كما كانت والحمد لله. بعدا راه مع التلقيح وهادشي درت الاولى الحقنه الاولى، الثانيه مازال ان شاء الله. تنخدموا مزيان الحمد لله قبل هاد الكوفيد اللي كاين، تنخدموا مع الجاليه، تنخدموا مع الناس ديال المغرب تيخرجوا وليداتهم، الناس ديال الجاليه تيجيو تيجيبوا حبابهم فرحانين بهم، جايبين حديدهم اللي جا تيهز عائلته يجي. شو تاثرت بزاف ماشي غير شويه، والعام اللي فات كنا حنا ما داخلينش العين كاع، كنا تنقشوا على برا كانوا شي نقشات غير قلال، يعني كانوا خلونا حدا الحوانت ما خلوناش ندخلوا، وصافي ديك الساعه تاثرنا بزاف، اغلبيه ما لقيناش ما نصرفوا كاع، واللي قدر على الزحام وعلى ديك الطاكسي ديك الطوموبيل ديك الطاكسي تيبقاو هكا البنات تيقولوا راهم تيخدموا، اللي ما قدرش يجلس الدار انا منهم ما كنتش نجي، شحال من وحده ما كانتش تجي. وهاد العام شويه هاد العام ملي خلونا دخلنا الحمد لله بعدا مستورين في العين، وكان تنترزقوا كل وحده تدور الحمد لله، ماشي بحال قبل الكوفي وماشي بحال العام الاول. من بعد التلقيح الحمد لله تلقات، ولا بنادم زاعم مني دار الجلبه، ولا بنادم تيزعم تيما طيدو تاتيه تتشدي لواحد يدو وتايقه في نفسك. في الاول كنا داك المعقيم وداك الشيء بنادم ما تايقش فينا وحنا ما تايقينش فيه، والعين ما تيجيش ليه بنادم ما تيخرجش من دارو. ايوا اش غنقول لك اختي ليلى، يلاه كانت عندنا المضره بزاف، تنطلبوا ربي يرفع عنا هذا الوباء وترجع ليام كي كانت زوينه زوينه عينا سردو. ما كانش اللي يجي لبني ملال ولا النواحي ديال بني ملال وما يجيش للعين، ضروري هذه هي المنطقه عندنا الزينه، وهذه هي البلاصه اللي ديال المساكين المساكن اللي بغى يخرج وليداته يفوجوا راه عينا سردو. واه كانت عندي هنا كنت تندير هادشي ديال التاتواج، كنت ندير ميكي موس، ودابا راه مع حيدو هادشي كامل ما بقاش العين كيما كانت في الاول، تبدلات بزاف كاع، ولكن راه تيصلحوا فيها وباش تقاد ما احسن. واه ضروري كانت ديك الساعه كنا تنصوروا حتى 20,000 في النهار، دابا ما بقاش، دابا ديك الساعه الخدمه مزيانه، دابا راه نقصات دابا حيت مع كورونا وسميتو نقصات بزاف كاع هادشي. هاد الحرفه عندي عا مؤقت اصلا، تندير انا الدي جي واه ضروري بنادم راه تيضحك، تنجي تنفاجئ على بنادم هادشي اللي انا هاد سميتو تنجي عا تضحك بنادم وصافي، ماشي على حساب الفلوس ولا على حساب سميتو، حك هوايه. اما الخدمه ديالي تندير داكشي ديال الدي جي العراسات، والشباب راه خاصهم ضروري يتحركوا، راه ماشي الخدمه اللي تجي عنده، راه ضروري هو خاصو يقلب على الخدمه باش سميتو. لا كاين الواحد اللي تيبقى مريح في الدار تيقول لك لا تتجي الخدمه عندي، راه ما كاينش هاد القضيه، خاص هو يخرج يقلب على الخدمه ديالو.